قام المشاركون في مؤتمر التنمية المستدامة الذي تنظمه جمعية الأرمان في دورته الرابعة بمدينة الأقصر، قاموا بزيارة ميدانية للمشاركة في افتتاح وتسليم المنازل للأهالي في قرية نجع العرب بالمحاميد قبلي مركز أرمنت بالأقصر. جاء ذلك بعد أن قامت الجمعية بإعادة إعمار منازل القرية المتهالكة وتطويرها، فضلا عن تنظيم قوافل طبية لدعم مرضى القلب والعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وكذا توزيع مساعدات موسمية. من جانب ما عبر المشاركون في المؤتمر عن إعجابهم الشديد بما تم إنجازه في تطوير القرية باعتباره نموذجا متكاملا للعمل الأهلي.